أصدقائي المشاهدين، مساء الخير. يجد الكثير من الطلبة والتلاميذ صعوبة كبيرة في تصنيف وموضعة الأحداث والوقائع داخل التاريخ. ما نقرأه وما نطالعه وما نعرفه من أفكار أو وقائع أو أحداث يجب أن نكون ملمين بالحقبة التاريخية التي تنتمي إليها. نحن نتلقى أفكار في الرياضيات، أفكار حول الفن، حول الفكر، حول الآداب، أو حول أي شيء في العالم. ما يمكن أن نفهمه أو ما يمكن أن نعرفه لابد أنه ينتمي إلى التاريخ. لحسن الحظ أن الكثير من هذه الأحداث تنتمي إلى واقعنا المعاصر، لكن هذه الأحداث نفسها لها تاريخ ماض ولها جذور. إذا أردنا أن ندركها سنقع أمام مشكلة صعوبة موضعة الأحداث داخل التاريخ. في هذه الحلقة سأحاول أن أضعكم أمام تصنيف عالمي لتحقيب التاريخ. يبدأ هذا التحقيب بتمييز واضح بين مرحلتين، مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة التاريخ. مرحلة ما قبل التاريخ هي منذ 3000 سنة قبل الميلاد إلى حوالي 3 مليون سنة قبل الميلاد. هذا التاريخ الذي لا نعرف عنه إلا القليل يشير إلى مجموعة من التحولات التي حدثت للنوع البشري إلى أن انتهى إلى صورته الأكثر تمدنا والأكثر تقدما على مستوى العصر الزراعي. هذا 3000 سنة قبل الميلاد يشير إلى اللحظة التي استطاع فيها الإنسان أن يخترع الكتابة. الكتابة والمعرفة غيرت تاريخ الإنسان، وبالتالي أصبحنا نتحدث عن حقبة التاريخ. منذ 3000 سنة قبل الميلاد إلى هذه اللحظة الراهنة سنقسمها إلى مجموعة من الحقب. لدينا حقبة العصور القديمة التي تنتمي إلى الحضارة اليونانية والرومانية والفرعونية وغيرها من حضارات بلاد الرافدين، من 3000 سنة قبل الميلاد إلى حدود 476 الذي يشير إلى سقوط الإمبراطورية الرومانية. من هذه اللحظة، لحظة سقوط الإمبراطورية الرومانية، إلى حدود اكتشاف أمريكا 1492 تسمى بمرحلة العصور الوسطى. العصور الوسطى أو القرون الوسطى هي مرحلة طويلة فيها مجموعة من الحقب: العصور الوسطى الأولى والعصور الوسطى الوسيطية والعصور الوسطى المتأخرة وعصر النهضة. في نفس الحقبة لدينا ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن السادس، وانتشار الإسلام ونمو الدولة الإسلامية في القرن السابع، وما يسمى بالعصر الذهبي للإسلام من القرن الثامن إلى حدود القرن الثاني عشر، وزمن النهضة الأوروبية بدءا من القرن الثالث عشر إلى حدود القرن الخامس عشر. بعد ذلك نتحدث عن العصور الحديثة أو مرحلة الحداثة، تمتد من اكتشاف أمريكا سنة 1492 إلى حدود الثورة الفرنسية سنة 1789. داخل العصور الحديثة يمكن أن نتحدث عن مجموعة من الفترات أو الأزمنة. يمكن أن نتحدث كذلك عن عصر الأنوار، وأن نتحدث عن الثورة الصناعية، وعن أحداث أخرى مهمة حاسمة في تاريخنا الإنساني. أخيرا لدينا الفترة المعاصرة، سميت بالمعاصرة لأنها لا تزال مؤثرة في حياتنا، ولا تزال بعض تجلياتها السياسية والاقتصادية والفكرية والعلمية والصناعية مؤثرة في يومنا هذا، بل إن ما نعيشه يعود في أصوله إلى هذه الحقبة. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكون هذه الفكرة أعجبتكم، ولا تنسوا أن تدلوا باقتراحاتكم أسفل الفيديو. دامت لكم متعة القراءة، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.